يعني انخانيت. اي طبعا، بس مو يعني ما بدي اقول شنو كانت رده فعلك للخيانه؟ دائما اقول اللي ما يعرف قيمه محبه الضياء ووفاء ما يسوى انه يندم عليه، يروح يعني شو تسوي؟ يعني السؤال لحظه اريد تجاوبني جواب يعني بيناتنا. أيوة شلون كانه ايه يعني يا بطفي الكاميرا طفي الكاميرات. يعني من تسمع انه حبيبتك او كشفتها خانتك شنو التصرف اللي يقدر منك؟ تضربها؟ تعوفها؟ تدعي عليها؟ جيبي اغراضي؟ طيب مو كل انسان عنده رده فعل صح لو غلط؟ شوفي بس لحظه ايه اكو اللي يضرب، اكو مثلا يقول يعيرها رجع يضربها ويعيرها ويرجع اغراضي، اكو لا يعوفها ويدعي عليها، اكو يعوفها وما يدعي عليها ويدور يبلش حياه جديده. انت من يانا؟ شوفي خلي اقول لك على النوع اللي انا منه. انا النوع اللي ما يوفي لي، يعني اللي ما يوفي لي ما يسوى انه اضربه. اعصابي اهم بهوايه من واحد تبارد. هي صحيح اوكي اعصابك هادئه. ليش يصير عصبي على واحده خاينتني؟ وز حلو اوكي. بالمقابل انا افكر دائما انه اي علاقه ممكن يكون بها طرف من الاطراف خاين، فاتعامل بحذر بالاشياء، ما افوت بقوه يعني الى اعماق الحاله، يعني الى اعماق القصه، ابقى اشتغل بحذر يعني الى ان تستتب الثقه ويستقر وضع الاحساس. حلو، شلون يستقر وضع الاحساس؟ من احس المقابل يحبني. يعني شلون؟ يعني شلون تحسه يحبك؟ احسه يحبني من يفقدني وانا غايب، من يبكي علي وانا متاذي، من يفرح اذا شافني فرحان. حلو، هواي اكو رد يعني رياكشنات تبين الحب. ضياء الميالي صور الحاله الشعريه بالخيانه باحساسه. يعني هنا انهزت ثقته خلص، قلبه انكسر، انجرح، دمعته نزلت. ضروري الحب يبكينا كلنا صح؟ طبعاً. اريد يعني تقرا لنا شعر انت كاتبه وحاس بي بكل تفاصيله بوجع كل شيء بكل شيء. اي راح اقرا لك بيت، شوف راح اقرا لك قصيدتين. كل وحده يعني انا مو قصائد مطوله، تعرفين انا اكتب الشعر مقتضب يعني صحيح ما اطوله. واحد يقول اللي هو هاي الحاله اللي تقولين عليها، ايش قد غشيمه انت يا روح العظيمه، من تحبين ببراء او قلب ابيض حب الافلام القديمه، وطيبتك بدويه حيل بلا رتوش مثل دله باب خيمه، وهسه بين تحبيهم والجروح راحتك صارت عديمه ويا هضيمه. الله، ذاك حب وكل غرام تالي صار شي رخيص وما له قيمه. هذا الموضوع اللي قلتي عليه انت، اللي انا استراتيجيتي صارت بعد الحادثه اللي صارت. راح اسحب الاستراتيجيه هسه. اي استراتيجيه. فاصل راجعين اكيد حوار كوني كل سنه مره حرام، تنسوني بالمره حرام، تنسوني بالمره. كان من بعد الفاصل متواصلين ويا الشاعر المبدع الراقي الحساس اللي يحب يقول كلام حلو، من يشوف شيء حلو لازم تقول لا انت حلو. ما اقدر. ما تقدر؟ ما اقدر. حتى لو ان كانت يعني زوجتك وياك؟ لا لا لا، اي ان كان وياي تقول؟ اقول ما اقدر. مش مشكلتي هيك انت. مو مشكلتي، بس انا صريح زياده عن اللزوم، ومرات هاي راح يسبب لك مشاكل هيك. احنا النسوان غيورات بشكل فظيع. يعني بس اقول لك، يعني واحد يشوف وحدة حلوة قدام مرتك طبعا ميمة. أنا مو أتحارش حتى بس حد يوصل الفكرة. لا ما خص يعني أنا مثلا بدنا نقول أنت تتحارش. أنت دائما معروف عليك تشوف شيء حلو تقول أنت حلو. بالضبط. مو هدفك أنه أنت تريد تغازل أبدا.
اوكي الغايه، لا. الغايه اعلان الغاية عن الجمال، انه من تشوف شيء حلو لازم اقول، لازم تقول بالضبط. بس بالمقابل اللي يقولون انه مرات وياك زوجتك، مرات وياك شخص يغار عليك. طبعا اتحمل يعني اتحمل مؤونه اللي يصير. انا برج القوس. شوفي قبل شوي متسرع جداً. و اللي براسي اسوي قبل شوي حكيت لك عن الشعر اللي قال او اللي كتبته بسبب حادثه خيانه صارت يعني. اللي هذا انتج لي شعر او قاعده انا اعتبرتها يعني قاعده استراتيجيه اللي هي اقول بي بعد لا تروح زايد بالوفاء الناس. هذا شويه قلبي قلبك بعد لا تروح زايد بالوفاء الناس وعلى ذمتهم احذر لا تخليها. جرب من تعاشر انت لتخون مو تمطلو فوتن خان تاليه. وخلي دموع عينك غاليات هواي مو ياهو اللي يجي ويمه تبديها. صح صدقني الدموع سوالف اللي يبكون بس جيب لي حلها ويفهمش بيها. شبيها بيها هواي حكي وبيها قصص وبيها سهر وبيها اذيه وبيها غيره وبيها بيها بيها تفاصيل كثير. ليش تفشل ب يعني سوري بس يقال انه انت تفشل ب بالعلاقات؟ بالعلاقات وبزواجك. شوفي لا هي كان الاول او الثاني يعني شوفي الاول او الثاني هو يعني خلي اوصف لك بشكل مختصر. جاوبني بصراحه. اجاوبك بصراحه. طيب شيل التكلف. هسه اني مثلا اقول لك اني والله عصبيه او متسرعه او متهوره او سليطه لسان مثلا. كل انسان بيه عيوب يخليه يفشل بعلاقاته الاجتماعيه، ان كانت علاقه حب او علاقه صداقه او حتى زواج. شنو سبب فشلك بعلاقات الحب وبزواجك؟ شوفي لربما تكون الشهره واحده من اهم الاسباب. اي بس اكو نساء يتحملون. اكو نساء يتحملون بس ما يتحملون لانه ما اعرف يجوز محبوب هوايه عند الناس، يجوز له معجبات، يجوز له معجبين، يجوز هاي تثير الحفيظه الناس اللي لهم علاقه بيك. بس بالنتيجه انا لما احب انا هذا كل تركيزي الـ يعني بالضبط فوكس على العلاقه اللي انا اريدها. انت ما جاوبتني لحد الان. مو قلت لك يجوز تاثير الـ يعني مو بس الاضواء. لا تاثير الاضواء هي لا مو الاضواء بس ما اعرف اكو اسباب. اكو لازم لابد اكو اسباب. ماكو بس هواي مشهورين اوكي تغار مره مرتين ثلاثه بس يطمنها هاج تليفوني. مثلا من يسافر تدق عليه كاميرا يفتح، من طالع مكان خاص يجاوبها من دزله مسج. اكو هواي علامات انه تقدر انت تكسب ثقتها. بس سؤالي نرجع، شنو السبب انه انت ما تنجح بعلاقاتك؟ يعني شوف مو هي انا ما اقدر يعني اطلع عيب بي واقول لك انه فلان عيب بي، بس راح اقول لك على شغله. زين العيب بيهم لو بيك ولا حتى بيهم طرفين؟ يعني هي اشياء متبادله. بالنتيجه اني بعد ما يعني اقعد واسترخي واراجع اشياء اللي سويتها القى انه من اهم الاشياء صراحتي. صريح انه انا صريح. يعني هسه مثلا انا قاعد بمكان وقاعده يمي زوجتي حبيبتي ايا كان. اذا لبسها ما حلو تقول انت اليوم. لا مثلا قاعده هي يمي واشوف مثلا نغم ما اقدر ما اقولها نغم حلوه اليوم طالع. هذا طب يعني هذا طبعي، هذا هاي صراحتي. بس غلط. بس هاي طبيعتي. يعني انت لازم تتقبليني، انت تعرفين انه انا يمك والك وبالتالي انا قلبي بس وحياتي. هنا أنا شوف المره هسه انا مثلا اقعد يم زوجي. اذا غازل وحده قدامي او سوري قال لها كلام حلو راح يثير حفيظتي. شنو يعني احنا النساء العربيات غيورات لدرجة انه نكديات والنق اوكي، بس صعب انه يعني يقول كلام حلو لغيري
زوجي هذا مالتي شلون؟ احنا مو اجانب اوكي، مو اوبن مايندد، يعني تعرف هناك يعني عندهم العلاقات الاجتماعيه مو مشكله، جامل ناس ماكو اي مشكله، بس احنا العرب عندنا عادات وتقاليد والغيره، الغيره ان كانت غيره الرجال او غيره النساء. طيب هسه انا سمعت قصيده حلوه اوكي مثلا لا لا مو راح سمعت قصيده حلوه مثلا وسمعتيها عجبتك عجبك بيها شيء، راح تقولين الله اعد الصفقين تنبهرين بالشعر اللي مكتوب وذا عجبك، يعني الله كاتب قصيده ما اقول الله. يعني هسه انت موجوده والله رسمك ومبدع برسمك مثلا، ما اقدر اتجاوز ابداع الله مستحيل. بالتالي انا لازم اوصل لك انه انت جميله. ممكن وجهة نظر، انا هاي وجهة نظري 100%. يجوز اكو البعض يتقبلها البعض يرفضها، بس هاي وجهة نظر. خلينا نحكي على انت بالاخير بقيت لحالك، ماكو لا حب ولا شيء على خدي، عايش لوحدي، حطيدي على خدي، حطيدي نسمعها اول. على خدي حطيدي وعاود ذكرى ايامي ودور احلى ما بيها اشوفك انت قدام، يمر اسمك على بالي وهيم بحبك الغالي وانام الليل والقاني احبك حتى باحلام. يعني هاي اول يعني شعر ضربت بي، اول اغنيه عرفت لي ايش كان قاسم السلطان. يقال للفنان قاسم السلطان تحياتنا لك. اكيد تحياتنا لك اكيد محمد. يقال انه هي مو مالتك. شلون؟ ما ادري. بعد منو؟ ما ادري، يقولون انه هي مو مالتك. احنا قلت لك احنا اليوم جايين نكشف، يعني نكشف الحكي اللي دي ينقال. فانا اريد اجابتك. من الفيصل بهاي القضيه؟ من اللي يقول هاي مال الضياء مو مال الضياء؟ العصافير. لا، الفيصل هو اللي غناها، اللي انكتبت قدامه. قاسم السلطان، اسأله قاسم السلطان. شوف هي ليش طلع هذا اللغط؟ انه يقولون لا على خدي حطيدي، صحيح هي إله وضربت واول اغنيه ضربت لي الشاعر ضياء الميالي، بس يقولون مو مالته. شنو السبب؟ يعني ليش؟ ما اعرف، انا كاتب اهم من على خدي على فكره. اكيد بس كلنا نشهد لك. بس خلي احكي لك، شوفي خلي احكي لك. البعض يصطاد بالماء العكر. صحيح. يعني هسه انا اقعد اقول هذا طريقة الحوار اللي تتبعها نغم مو طريقتها، باقيتها من إحدى الإعلاميات العربية. أقلت. قلدي. ممكن. زين. الشعر أنا عندي الشعر أسهل من إنه أبوقه. هسه أنت قاعدة قدامي وأنا أقدر أكتب لك وأنت قدامي وأنا قاعد على اللقاء والكاميرات مفتوحة. فالشعر عندي أبسط. يعني عندي شغلة سهلة إنه أكتب شعر. فما اضطر اتحمل مؤونه انه احد يحكي علي ويقول انا طيب الضياء او طيب كذا. الكل بالنتيجه اللي يحكي يعني هم قدام الزخم اللي اكتب به والطريقه اللي اكتب بها والعدد اللي اكتب به يصيرون هالقدهم صغار.